الولايات المتحدة الأمريكية حركت قاعدتها السرية في إسرائيل لمواجهة أي رد فعل إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي القادم تجاه طهران. تفاصيل هذه المسألة نشرت من قبل العديد من المصادر المهمة للغاية مثل The War Zone وكذلك Austin Defender، والقاعدة التي نتحدث عنها تقع جنوب إسرائيل في صحراء النقب، وهذه القاعدة يطلقون عليها تسمية الموقع 512. هذا هو الموقع الذي تأسس أساسا في بداية عام 2000 في زمن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، ولاحظ بأن هذه القاعدة تم تأسيسها قبل 3 سنوات فقط من غزوهم للعراق، وهذه القاعدة كانت سرية للغاية، لم يتم الإفصاح عنها، وحتى هذه اللحظة هنالك كثير من التفاصيل الغير معروفة عن هذه القاعدة، عن مستوى عدد الجنود أو حتى طبيعة الأسلحة الموجودة في هذه القاعدة. لكن القاعدة أساسا تم تأسيسها على أساس أن تكون قاعدة للإنذار المبكر لإسرائيل في حالة كانت هنالك أي هجمات صاروخية قادمة باتجاه إسرائيل، وأن القوة الماسكة لهذه القاعدة هي لواء الفضاء الأول في الجيش الأمريكي، ويعتقد بأن هنالك 300 جندي أمريكي موجود في هذه القاعدة التي تستوعب 1000 جندي أمريكي، وكذلك يعتقد بأن هنالك منظومة من منظومات الباتريوت موجودة في هذه القاعدة. لكن هنالك الكثير من السرية، وهذه الأمور التي ذكرتها لكم هي لا زالت سرية وغير مؤكدة من أي مصادر رسمية. أهمية هذه القاعدة الآن تصاعدت مع القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها لمنظومة الثاد، أقوى المنظومات الدفاعية الأمريكية على الإطلاق، إلى إسرائيل. هذه القاعدة في حقيقة الأمر كي تعمل هي بحاجة إلى رادار وإلى قيادة وسيطرة وإلى البطارية لمواجهة أي صاروخ ممكن أن يعترض المنطقة أو يتجه باتجاه هدف. تحاول هذه المنظومة من حماية هذه المنطقة من هذه الصواريخ. وما هو مثير بهذه المسألة أن في الموقع 512 هنالك الرادار الخاص بمنظومة الثاد، نتحدث هنا عن ANTPY2، وذلك لأن هذه المنظومة أساسا وهذه البطارية كانت موجودة قبل 5 سنوات من الآن في هذه القاعدة، نشرت للمرة الأولى على الإطلاق. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب البطارية وأبقوا هذا الرادار، وبالتالي الولايات المتحدة وجدت بأن الأمور سريعة للغاية، وهم قادرين لإرسال هذه البطارية والاستفادة من هذا الرادار الذي تحول إلى رادار للإنذار المبكر ليساعد هذه القاعدة بأن تكون فعالة بشكل أكبر، خاصة في مواجهة الصواريخ البالستية الإيرانية. وعلى هذا الأساس يبدو بأن بطارية الثاد قد وصلت إلى إسرائيل من خلال ما ظهر على الفلايت رادار 24 خلال 24 ساعة الماضية، طائرتين من طائرات C-17A انطلقت من الولايات المتحدة إلى أوروبا لتصل إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا إلى إسرائيل، وبشكل أدق وصلت إلى قاعدة رامون الجوية. وقاعدة رامون هي قاعدة تبعد ما يقارب 29 إلى 30 كيلومترا من الموقع 512 الذي نتحدث عنه. هذه هي قاعدة رامون الجوية، وهذا كله يعطي تفسيرا كبيرا إلى أن بما أن المنظومة الرادارية التي تحدثنا عنها الآن هي موجودة أساسا في هذه القاعدة أو في الموقع 512 تقريبا هنا، وأن البطارية قد وصلت أساسا إلى القاعدة أو إلى مطار رامون، وبأن هذه البطارية أساسا كانت موجودة قبل 5 سنوات في هذه القاعدة، هذا يعني بأن هذه البطارية ستكون موجودة هنا بالفعل في هذه القاعدة تحديدا، دون الإعلام بشكل رسمي عن وجودها في هذه النقطة. وطبعا وجودها في هذه المنطقة تحديدا هو فيه استفادة استراتيجية كبيرة بالنسبة لإسرائيل وحتى للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في حماية إسرائيل من أي هجمات بالصواريخ البالستية الخاصة بجماعة الحوثي أو صواريخ الفرد صوت كما تدعي جماعة الحوثي. وقد أثبتت هذه الجماعة بأن صواريخها فعلا تصل من هذه المنطقة تحديدا من هذا الاتجاه باتجاه وسط إسرائيل، وبالتالي هذه المنظومة ستعمل أيضا جنبا إلى جنب مع منظومات مقلاع داود والقبة الحديدية والباتريوت وغيرها في حماية المدن الإسرائيلية المهمة مثل تل أبيب على سبيل المثال والمؤسسات الموجودة فيها، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والأمور التابعة للحكومة الإسرائيلية في القدس، أو حتى المنشآت الحيوية الموجودة في المنطقة في حالة إن هذه الصواريخ كانت متجهة إلى حيفا أو إلى أي نقطة أخرى، خاصة وأن هذه المديات بالصواريخ التي تمتلكها جماعة الحوثي هي قادرة
على تهديد كل هذه المنطقة بأكملها، والأهم من كل ذلك هو مفاعل ديمونا تحديدا. هذا المفاعل الذي أثبتت جماعة الحوثي بقطعها لكل هذه المسافات بأنها قادرة على الوصول لهذا المفاعل. كذلك يجب أن لا ننسى بأن إيران تمكنت في أبريل وكذلك خلال الأول من أكتوبر الحالي من ضرب هدف أصعب من مفاعل ديمونا، ونتحدث هنا عن نيفاتم، القاعدة التي تبعد 21 كيلومترا تقريبا عن مفاعل ديمونا، وتمكنوا من ضربها بشكل مباشر بالعديد من الصواريخ، بصواريخ من نسخ قديمة وبصواريخ الفرد صوت، رغم أنها لم تحقق الكثير من الأضرار، لكنهم تمكنوا من ضربها في رسالة بأنهم قادرين هم وجماعة الحوثي على ضرب مفاعل ديمونا في نهاية المطاف. وبالتالي انتشار هذه البطارية التي نتحدث عنها هي تأتي على مسافة ما يقارب 61 كيلومترا عن هذا المفاعل. قد تبدو مسافة بعيدة، لكن قدرات هذه البطارية كبيرة للغاية، هي قادرة على ضرب الصواريخ إن كانت فرد صوت أو صواريخ بالستية على ارتفاع 150 كيلومترا وعلى مدى 200 كيلومتر. بالتالي هي قادرة على تغطية مفاعل ديمونا وحمايته مع كل المنظومات الدفاعية الموجودة في هذه المنطقة. وانتشار هذه البطارية ورغبة الولايات المتحدة بنشرها بسرعة خلال الساعات القادمة هو يعطي فكرة واضحة بأن نتنياهو يخطط لضربة ليست بالعادية أبدا على إيران. وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال ما تحدث عنه على سبيل المثال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم، الذي قال بأن إسرائيل سترد قريبا على إيران وأن الرد سيكون قاتلا ودقيقا. هذا الرجل ليس سياسي أو دبلوماسي لكي يتلاعب بالمصطلحات، ووزير دفاع مثل هذا الرجل عسكري، يعني استخدامه لهذه المصطلحات هو يعني بأن هذه الضربة لن تكون عادية، وهو يعني ما يقوله بكل تأكيد. وكذلك أيضا في نفس الوقت أن قناة 14 العبرية كانت قد تحدثت بأن الرد الإسرائيلي سيكون كبيرا ومن المرجح أن يدفع إيران إلى الرد. وفي نفس الوقت أيضا كان هنالك اجتماعا ليلة يوم أمس، مساء يوم أمس، بين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش، اجتماع سري مصغر للموافقة على طبيعة الأهداف التي يبحثون عنها في مقر الاستخبارات العسكرية في تل أبيب. نفس هذا الاجتماع قد تم قبل عملية استهداف السيد حسن نصر الله. سافر بعدها بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، وبعد ذلك صادق على عملية الاستهداف في نهاية المطاف. يؤكد لك مثل هذه الاجتماعات كيف هي من الممكن أن تكون خطيرة. وقناة كان أساساً العبرية كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك اتفاق تام، لكن إسرائيل بحاجة لموافقة. مع ذلك إسرائيل أعطت رسالة واضحة كما تحدثت الواشنطن بوست للولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل ستنفذ ضربة عسكرية على عدد من المواقع العسكرية الموجودة في إيران، لكن أكدوا بأن هذه الضربات لن تطال المنشآت النووية أو حتى المنشآت النفطية كما فعلوا مع جماعة الحوثي. وما يزيد الأمور خطورة هو وزير الخارجية الإيراني، الذي قال بأن الاتصالات الغير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد انقطعت الآن، وبالتالي نحن أمام ظروف ليست بالعادية. والحديث عن هذه القاعدة والحديث عن منظومة الثاد وعن الرد الإسرائيلي أيضا وانتشار المنظومة التي نتحدث عنها، ويأتي في ظل تصاعد استخدام الصواريخ البالستية. مساء يوم أمس كان هنالك هجوم بثلاث صواريخ بالستية من قبل حزب الله اللبناني على تل أبيب. بهذه الطريقة صافرات الإنذار كانت في كل مكان. إسرائيل قالت بأنها تصدت لصاروخين، لكن الصاروخ الأخير أو الثالث سقط في مساحة مفتوحة. مع ذلك نحن الآن في اليوم 14 على التوالي وحزب الله يطلق الصواريخ على حيفا بهذا الشكل المستمر، في إشارة أيضا بأنهم سيجعلون حيفا مثل كريات شمونة كما تحدثت جريدة الأخبار، أي خالية من المدنيين، خالية من الأعمال الاقتصادية أو حتى من الحياة بسبب هذه التهديدات. وبشكل عام جريدة الأخبار المقربة من حزب الله اللبناني نشرت تفاصيل مثيرة عن طلب إسرائيلي خاص للبنان وحتى لقوات اليونيفيل. ما قالته هنا إسرائيل في ظل تقدمها باتجاه جنوب لبنان بأنها الآن ستتقدم على مسافة 3 كيلومترات، ستحول هذه 3 كيلومترات إلى منطقة آمنة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ستخلي المباني فيها وكذلك ستحولها إلى منطقة عسكرية تامة. وقالوا بأن 7 كيلومترات الأخرى ممكن لقوات اليونيفيل، وعلى قوات اليونيفيل هي والجيش اللبناني أن يمسكوا بما تبقى من 7 كيلومترات، ولكن يجب
إبعاد حزب الله اللبناني في نهاية المطاف من هذه المنطقة، وبهذه الطريقة إسرائيل تمكنت وستتمكن من إعادة المدنيين وإعادة الثقة للمدنيين بأنهم قادرين الآن في العودة أو للعودة إلى مناطقهم مرة أخرى، وحزب الله لن يكون قادرا على تنفيذ أي عمليات اختراق بأي شكل من الأشكال على هذه المناطق بإخلاء المنازل، الأنفاق، الأسلحة، الانتشار العسكري لحزب الله اللبناني. ولكنهم أيضا أرسلوا رسالة لليونيفيل وإلى الجيش اللبناني بأنهم إن لم يتمكنوا من إبعاد حزب الله اللبناني من 7 كيلومترات المتبقية باتجاه النهر الليطاني، فإن إسرائيل هي التي ستنفذ هذه المهمة وستقوم في نهاية المطاف بالتقدم لإبعاد حزب الله إلى الخلف، وهذا الأمر سيكون مدمرا للغاية بالنسبة للبنان بشكل عام. وهذا الطلب قوبل بالرفض من اليونيفيل وكذلك من الجيش اللبناني، وإسرائيل مستمرة الآن بالتقدم من أجل تأمين هذه 3 كيلومترات. حاليا هم تقدموا في بليدة، كانت هنالك صورة واضحة توضح بأن إسرائيل موجودة في وسط بليدة تقريبا على مسافة 2 كيلومترين أو أكثر من 2 كيلومترين، لم يتبقى شيء لإسرائيل كي تسيطر بالكامل على 3 كيلومترات التي تحدثت عنها بحسب جريدة الأخبار. وأنت تلاحظ هنا بأننا أمام عدد من العلامات والمباني المميزة للغاية التي توضح لك هذا الموقع الذي تقدمت له إسرائيل في بليدة تحديدا. الصورة نشرت من أحد الصحفيين الإسرائيليين على التليجرام، صورة حديثة للغاية، وهو متواجد مع الجيش الإسرائيلي مع هذه الفرقة تحديدا التي تتقدم في هذه المنطقة، وهي الفرقة 91. تلاحظ نحن أمام نفس المباني تماما التي نتحدث عنها. هنا قد سقط السقف طبعا بكل تأكيد، لكن واضح أن هنالك سقف، وهذه هي كلها نفس المنطقة، وهؤلاء هم الجنود الإسرائيليين، وبالتالي الجنود الإسرائيليين متواجدين في بليدة مسيطرين عليها. ولاحظ أنهم يدمرون المنازل، يجرفونها تماما، لأنهم يقولون بأن هنالك أنفاقا وأسلحة وعتاد، ويجب أن نسيطر على هذه المنطقة ونحولها إلى منطقة عسكرية. أيضا لاحظ ما يتطور وما بدأ يتطور باتجاه الناقورة. أيضا تلاحظ أن هذه المنطقة تغيرت كثيرا، لاحظ كيف كان الوضع قبل وكيف أصبح بعد. لاحظ هنا التغير في الأرض على هذه المنطقة كيف أنها تغيرت، مثلها مثل الكثير من اللقطات التي شاهدناها في قطاع غزة، كيف أن إسرائيل عندما تتقدم تحول هذه المنطقة إلى نقطة عسكرية، تفتح طرقا معينة للإمدادات اللوجستية للقوات الإسرائيلية عندما تبدأ بالتقدم إلى أكثر من 3 كيلومترات. بالتالي هنالك تهيئة لعملية ما بعد 3 كيلومترات في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها. كذلك إسرائيل ضبطت الكثير من الأسلحة الخاصة بحزب الله اللبناني في عيد الشعب، على سبيل المثال منصات لإطلاق الصواريخ، أنفاق خاصة بقوات الرضوان بمعداتها بالكامل. قبل أن نبدأ هذا البرنامج كان هنالك إعلانا عن إلقاء القبض على 4 من قوات الرضوان من قبل الجانب الإسرائيلي، غنائم كثيرة لأسلحة مهمة ومتطورة خاصة بقوات الرضوان وحزب الله غير مستخدمة تمكنت إسرائيل من الحصول عليها، لدرجة أن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم قال بأننا سنستخدم هذه الأسلحة ضد حزب الله اللبناني، هي مفيدة ومتقدمة قدمة، ولما لا يزداد العتاد كما نريد وكما نرغب. وكذلك أن إسرائيل مستمرة في ضربها لمعاقل حزب الله المهمة مثل البقاع بعلبك على سبيل المثال. ضربات ليلة يوم أمس كانت كبيرة للغاية على العديد من النقاط المرتبطة بالأسلحة الاستراتيجية والبنى التحتية لحزب الله اللبناني، وتلاحظ هنا كيف أن الضربات الآن توسعت على بعلبك، ضربت كل هذه النقاط بحسب صور الأقمار الصناعية إلى شمال كذلك بعلبك مع الحدود السورية. تلاحظ كيف أن هذه النقاط كلها ضربت لمنع الأسلحة من المرور مباشرة إلى لبنان ليستفيد منها حزب الله اللبناني. وبالتالي هذا التقدم الإسرائيلي وما هو مقصود من هذه المسألة سيزيد من استخدام الصواريخ البالستية من حزب الله، قد نرى الفصائل العراقية أيضا، وقد نرى أطرافا مثل جماعة الحوثي تزيد من استخدام هذه الصواريخ، أو حتى الجانب الإيراني، وبالتالي مثل منظومة الثاد التي نتحدث عنها في هذا الموقع جنوب إسرائيل قد يعني تحولا مهما للغاية لما ممكن أن يكون قادما. We'll be right back.